أو بالأحرى الآن سوف يكون معنا لقاء آخر. نرحب بالفريق الركن أحمد بن حارث النبهاني، رئيس أركان قوات السلطان المسلحة. الفريق الركن، سعيدين بوجودك معنا عبر قناة عمان الرياضية، وتحدثنا أولا عن استضافة السلطنة لهذا الحدث الرياضي الكبير على المستوى العسكري بطبيعته. بداية نشكر أعضاء الاتحاد العالمي لكرة القدم العسكري على ثقتهم في سلطنة عمان لاستضافة هذه البطولة، وبالنسبة للسلطنة هذا شرف عظيم لاستضافة البطولة والقوات المسلحة بشكل خاص، ونسأل الله التوفيق إن شاء الله والنجاح بإذن الله. بإذن الله تعالى. الفريق الركن، يعني هذا التجمع لهذا العدد من المنتخبات ودول من مختلف أنحاء العالم يجتمعوا جميعا هنا في السلطنة، ومنافسة رياضية هذه المرة على مستوى القطاع العسكري، ما الذي يعني هذا الأمر؟ وأيضا ما هي المبادئ المتوقع أن تنتشر من خلال هذا التظاهر؟ هو مثل ما في البداية قلت أن هذه ثقة من دول العالم سلطنة عمان استضافة هذه البطولة، وكانت طبعا منافسة قوية بين دول كثيرة أرادت أن تستضيف البطولة، لكن كان الأغلب ساند سلطنة عمان لاستضافة هذه البطولة، ولا شك أن هذه ثقة في سلطنة عمان، وهذا أعتقد سلطنة عمان قادرة أن تستضيف بطولات كثيرة وليس عسكرية فقط، ونأمل إن شاء الله أن المنظمين لهذه البطولة أن يكونوا مثاليين لبطولات أخرى على مستوى السلطنة بإذن الله تعالى. بإذن الله. أخيرا الفريق الركن، المجلس الدولي للرياضة العسكرية يأخذ من عنوان الرياضة أو تعزيز الصداقة عبر الرياضة، هل تتفق مع هذا التوجه أنه فعلا هذه الأحداث الرياضية من شأنها أيضا أن تعزز قيم أخرى أهمها التآخي والتآلف والصداقة بطبيعتها؟ بالتأكيد أن هي سواء كانت الرياضة العسكرية أو الرياضات الأخرى هي وسيلة تواصل بين الدول وجسر تقارب بينها، ونأمل إن شاء الله من خلال هذه البطولة أن نحقق هذا الهدف بإذن الله تعالى. بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لك الفريق الركن أحمد بن حارث النبهاني، رئيس أركان قوات السلطان المسلح. شكرا جزيلا لاستضافتكم والتوفيق جزيلا. إن شاء الله أحسنتم. إذن هكذا كنا معكم مشاهدين الكرام في بث حي ومباشر لحفل تدشين تعويدة وكأس العالم العسكرية 2017 التي سوف تستضيفها السلطنة إن شاء الله منتصف الشهر القادم ومطلع العام القادم بطبيعة الحال. كل التوفيق إن شاء الله لجميع المنتخبات المشاركة في هذه البطولة ولمنتخبنا العسكري بطبيعة الحال. هكذا نكون قد وصلنا إلى الختام، وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل، وإلى اللقاء.